أحمد دراغف عليك صحفي وأنت صحفي نبيه. هناك بعض الأخبار ينشغل بها الجميع لأنها تصدر العناوين، ولكن هناك أخبار من نوع آخر تصدر مرة واحدة وتختفي. أذكر قبل نحو 3 أسابيع أو أقل صدر خبر مذيل بأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد أزالت السرية عن هذا الخبر. ما هو مضمونه؟ الخبر كان يقول أنه تم اعتراض درون يحمل أسلحة إلى غزة إلى حماس والجهاد الإسلامي، تم اعتراض ذلك بنوع من الدعم الاستخباري الروسي. الاعتراض تم في طرف لم يحدد، هل هو السعودية؟ هل هي سوريا؟ هل هو العراق أو هو العراق؟ بالتأكيد أن الوجود الروسي أقرب ما يكون إلى سوريا. بمعنى هذا يشير لك أن قضية اعتراض الصواريخ أو الشحنات المحشوة في المفخخة سواء متفجرات أو محملة بنوع من أنواع الأسلحة، كل ذلك يعتمد على من يعلم أولا. الاستخبارات أهم قيمة فيها هي السرعة، ولكن السرعة مرتبطة بالدقة، وهذا ما يولد المصداقية والاحترافية. هذا تعلم جيدا جميع الأجهزة الاستخبارية العاملة في المنطقة. وبالمناسبة كذب وافتراء من يعتقد أن هناك قطيعة بين هذه الأجهزة. حتى في عز العداء وكل الإعلام الثوري أو القومجي أو الديني الذي كان يقول عن قطيعة، هناك خطوط للتواصل، خطوط اتصال لتفادي كوارث. هذه الخطوط الآن تظهر إلى العلن أكثر فأكثر، وأعتقد نعم مسؤولية الردع تتطلب تعاون الجيران، وكلما كان أقرب جغرافيا كلما كان أكثر سلامة. والمثال الأخير أضرب لك يا أخي أحمد، ما يجري في أوكرانيا. لماذا رد الفعل الروسي فيما يتعلق في أوكرانيا في قضية صواريخ متوسط المدى وقصيرة المدى؟ عندما قام الناتو بالتوسع شرقا وزرع هذه الصواريخ في بولندا وحاول أن يوصلها أيضا إلى أوكرانيا، هنا تحرك بوتين، لأنه يعلم أن القرب يعني تغيرا في كيفية الرد واعتراض على هذه الصواريخ. هذه الرسالة الآن تعلم إيران جيدا أنه لم يعد بمستطاعها أن تفاجئ إسرائيل بأي ضربة، ولا أيضا أن تحبط أي ضربة إسرائيلية أو أمريكية إن لزم الأمر، لأن التواصل الجغرافي الآن والاستخباري في قمة التعاون.